هاي يا حلوين، بفيديو اليوم رح نلعب لعبة الغميضة بأحلى بقعة بسوريا، وفي جائزة مليون ليرة سوري من نصيب آخر واحد بلاقي. معكم خمس دقايق بس لحتى تتخبوا، وأنا معي نص ساعة لحتى لاقيكم. إذا لقيتكم قبل بنص ساعة ما حدا بيربح المليون، وإذا في حدا فيكم ضل قادر متخبي لبعد النص ساعة بيربح المليون. جاهزين؟ جاهزين. مين بتتوقعوا؟ شام على البرود تبعها؟ شام. والله لا، أنا بتخيل شام أول وحدة حتلقط فيها. أنا لا، عم فكر إنه أنا ما بخاف، فممكن أنا أقدر أتخبى أطول. ماما أنت عيارك صار صوت. عن جد عيارك صار صوت. عنا اليوم مختار، ماما، أموري، وشمشومة أختي. جاهزين جايز؟ جو. أنا رح أقعد هون عشان لا أشوف حدا ولا حدا يشوفني. كانوا كلياتنا بجهة واحدة رايحين. إيه بالوقت بصير بدل الثاني على إنتي ليش جايبة معي؟ حلعني وين بدي روح؟ كثير قراب نحن على بعض. مو قراب، ما نحن أول شي بدنا ندور على المكان. لك ماما عم تلحقني؟ اوكي بس النزلة صعبة، فديروا بالكم. لا انا حبعد عنهم لان هدول اذا انلقطوا بيدلون. انا وين؟ ماشي يا جماعة، خلينا نفوت من هون نحن، لان كل واحد راح باتجاه. لسه ما بعرف وين اروح بحالي مبدئيا، وضع اصعب من ما توقعت، كثير شوك والغابة كثير غميقة. يا حبيبي يا حبيبي يلف يا امي. لا 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 عم على الغش. هي غشاشة بتطلع، غالبا رح تلقطني لأنه سمعت صوت الاتجاه اللي ماشي فيه. عم حاول من أصواتهم جايز اكتشف كل واحد بأي اتجاه رايح. عم بيصرخوا. اتخبى هيك هون، الطريق كثير صعب. بظن أنا إذا بروح من هون في حدا وراي لأنه وين دقيقتين؟ لسا في دقيقتين. فكر اطلع على الشجرة بس ما بعرف قديش فين بعرف. الشمس لساتها قريبة. أنا مشتية لاقي شجرة أطلع عليها. لا كثير صعبة، أنا ما بتخيل شمس تنزل كثير، حانزل أنا كثير. الشجر ليكو شو نحيف، يعني ما فيني أتخبى فوق الشجرة مثلا. ليكو مثلا في هون هيك حجر بتلقطني فورا يعني. لسا في معنا دقيقة، أظن هذا المكان ضابط، خبى بين الشجر، ما بظن حدا ينتبه لي بسرعة، فخلينا نعطي. أنا بصراحة بقول مختار، حاسسته مونكي يعني مخبى بتيابه. كل شي ناس هيك باردين وما بيحكوا كتير بيكونوا ناس كتير من تحت لتحت وقوايا وذكايا. أول حدا حلاقي مبين إنه ماما، إنه كتير بتخاف من الحشرات. لا 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 كتير في عنكبوت تحت الحشرات. بدي أرجع على الأوتيل. لا 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 لا, لا. عن جد نفسي شام رح لاقيها تاني وحده، بس مو لشي لانه هي ما عندها صبر وهي بدها يعني اصلا لاقيها يعني لحتى تخلص من اللعبه ترجع على الاوتيل تتسلى وتاكل. كل ما بعد كل ما كان احسن. الشمس تنبل ما بتتحرك. اموري صراحه، اموري كمان اذا مونكي يعني قرد امير، في كمان احتمال كتير كبير انه يربح هو ومختار. خلينا ننزل بنزول لانه اكيد شمس حيخطر بباله هذاك المكان، بما انه امه وشام راحوا لهنيك. I hope اني انا اكون سيف هون. انا قاعده وبسترخي وهن يروحوا يتخبوا ويتوتروا. كثير المشي صعب هون. انا رح اركض لانه مشيت خمس دقائق تخلص. شو بدنا نغني؟ في صوت حركه هون قريب علي، اني انزل اتخبى. النزله صعبه وماني متاكد، نطلع كيف رح تكون. حدا بيعمل طمامه بغابه؟ نحلي. بتمنى ما يكون في ولا حشرة هون. كثير في شوك. انا عم فكر اطلع اسلم حالي من هلا. في كثير حفار، في كثير صخور. اي هوب تمرق هالنص ساعة على خير. فاتت شوكي بايدي. شوف المكان اللي انا متخبي فيه. انا جبانة، خاف من الحشرات. والله ومثل رجلة نطي كمان ولا على بالك. اقسم بالله عم نط. شفتوها شو عم تنط؟ شفتوها؟ ولا عم تدور علينا ولا شيء كذابة. ايه لعبي عينك بدي شيلها شمس لسه. انا بورجيكي. زحطت جايز. بقيان 20 ثانية وانا متوترة عنهم. رح اختار مكان استراتيجي مشان استمتع بالمناظر الفظيعة. إذا أنا وصلت لهنيك بأمان بعرف إنه شمس مستحيل تسترجي تنزل. ما ضل معنا كثير وقت. أنا موطي صوتي معي كثير عم علي مشان ما حدا يسمع صوتي. خلصوا الخمس دقايق.
اقعد ورا الشجره خلص. حاسه اني لقيت المكان. اذا فيني اطلع على هاي الحجره بيكون شيء كثير منيح. قديش حابب اطلع ما بعرف. شوف اذا المكان ملائم. قاعده ما بين ريدي اور نوت هير اي كم. خلص الخمس دقائق جايز ليتس جو. بدي اعير النص ساعه لإلي. اوكي هاي عيرنا النص ساعه. سو جايز انا حبلش من عند الستارتنج بوينت واللي هي الاسهم. شم ريحه واحد فيكم. هلا جايز اي ثينك ماما لازم اول حدا لاقيه لانه ماما ما بدنا تبعد لانه موجوعه شوي من كتفها مدري من رجلها. بدور بغير مكان. شمس جبانه كثير ما بتخيلت تنزل لهون. هون ممكن شي حدا يتخبى اذا كان بطل الابطال وتش اشك يعني ولا حدا من رفعتي بطل الابطال. انا خايفه لاقيهم. حدا متخبي هون؟ امير ماما مستحيل وشام مستحيل. على فكره حتى امير بيخاف من خياله. مختار حاسه على شي شجره متسلق. صوت شمس كثير قريب. سمعان صوت حركه بس ماني شايف حدا قريب علي. خليني ارجع اتخبى. 90% ما حتلطني. شمس مستحيل تنزل النزله لهون. بظن بيوقف قلبها. ما بتخيل يخطر لاني انا مشيت لهالدرجه. بس الفكره انه مكاني مو كثير استراتيجي لسبب انه اللحظه اللي هي فاتت فيها غالبا بتلاقيني. اجو لا 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 ما جد اجت يا رب ما اكيد في حدا متخبي. جايز نسيت دواي بالسيارات خليني اروح على السيارات. راحت. يا رب ما انقرص يا رب ما يصير شيء. اذا انقرصت انا بدي سلم حالي. انا بدي استسلم وارفع الرايه البيضة. في صوت. جايز اي ثينك انا اعطيتهم اكثر من الوقت اللي بيستحقوا واللعبه اصعب من ما انا تخيلت. Anyways ان شاء الله الاقي اول حدا بالسيارة. يعني الكسلان بده يتخبى هون. ما في حدا هون. بالطبون فينا نشيك؟ ما فاتح معناها ما في حدا هون بهي السيارة. ما في حدا هون. بركي ورا هذا العمود. جايز اللعبة اصعب من ما تخيلت بكثير. مو مثل لما كنا نلعبها ببيت جدي انا وصغيرة. اوكي سو بدنا نغمق بالغابة. انا ما عم غمق لاني كثير خايفة. عم شوف اشكال الوان. سو خلينا نقول انه هلا بدنا نلاقي ماما وانه ما حتكون مبعدة. سو ماما اول حدا حنلاقيه غالبا تكون بهالاتجاه لجوا. قد ايه بقيان معنا وقت؟ بقيان معنا 26 دقيقة. لهلا ما لقيت ولا حدا. اموري شام هون. ماما كان فيني انزل لتحت على فكرة. هيك الشجرة ممتازة للواحد يتسلق. شمس راح في ذاك الاتجاه. نضل هون كل امان وسلام. الشجرة الحلوة. خليني ارجع اتخبى. حسن ما التقط. صوت شمس. كان لازم اجيب معي مي لانه صار مرق 11 دقيقة انه كثير عطشت. بتبين معي من هون. اذا شفتها اول طريق هون فعليا انا خسرت. يا ترى مين بتكون لقطت اول شيء؟ في سيارة ممكن يكون حدا نزل تخبى فيها. في احتمال. بكونوا كثير بلا ضمير اذا نزلوا عند السيارة يتخبوا. ليك السيارة. جايز في شبكة عنكبوت. جايز في حمار وحشي. جايز انتبهوا في وطاويط. كثير كثير قريب علي. ان شاء الله ما تشوفني. عم تخوفني. قال انت بوف في وطويط. كثير كثير قريبه صارت علي. ما بعرف اذا سمعاني صوتها بس هي كثير قريبه صارت علي. انا عن جد عم برجف من الرعبه وحياه ربي. انا عندي رهاب الحشرات. قربت. طيب نعمل يوغا تمارين تنفس شو رايكم؟ خلونا ناخذ نفس عميق. على فكره المناظر الطبيعيه بتخوف هون. عم تحرك هون. انا خايف شمس شي من هون او من هون لسه ما بعرف. كيف بدي اوصل للسيارة؟ جايز في حشرات حياكلوكم. شام في زب. ماما في صرصور. اوكي جايز بقيان 24 دقيقة. وينهم؟ انا متأكدة في حدا راح بهالاتجاه بس يمكن يكون في احتمال حدا بالسيارة. ما فيني ضوع هاي التشانس مني بس كتير صعب المشي هون. عو عو. ما بيخافوا من الكلاب. شو صوت الذئب؟ امير ما في حدا. وين هلا؟ كيف لحقوا بخمس دقائق يتخبوا؟ مرحبا. شفت شي عالم عم يتخبوا؟ عن جد؟ انت كمان شفت في حدا عم يتخبى؟ والله من عيونكم مبين انكم شفتوا. شفته شفته شفته. في بيني وبينه شي 5 متر تقريبا. عم تحاول تخوفنا. في حدا بالغابة عم تسأله إذا شاف حدا عم يتخبى. في شباب عم يعلقوا على الشجر. هاي الألعاب تبع اللي بتمشي فيها على الخشب وحبال. كان لازم أطلع وقف معهم على شي شجرة. شام لازم ما بقى في وقت. ماما ماما وقت.
قال ماما قال فكرة قال لنا تخيلوا ما طلقت ولا حدا كأنه في صوت ليكو 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 قلبي عم يتسرع من النحل كثير طوشة هيك نزل بشي حفرة انه تصير تحت شو مسوي حوالي فاشلة في شاحنة ممكن يتخبوا بالشاحنة الغابة ما فتلت فيها جايز إلا بمسار واحد بخط واحد ففي احتمال رد أرجع أضطر أطلع على الغابة مع أنها كتير مكشوفة بشك أنهم يكونوا متخبيين فيها يعني إلا في حالة تسلقوا حدا من الشجرات ما في شيء تحت الشاحنة جايز شفتوا ناس عم يتخبوا يلعبوا طمامة وينهم وينهم وين عم يلعبوا طمامة إيه إذا ما بتكون ما منطلعكم بس غششوني وهن وين تخبوا كفو كفو جايز لاف يو سو هلا لي مرقوا على الطريق قالوا لي انه في حدا متخبي هون ورا رح نشوف وين ورا وفي هون يا الله كثير صعب تاع حالي طيب خلونا نشوف بالباص بركي في حدا امير شفتك في احتمال جايز نرشي حدا فيهم لحتى يدلنا على مخبأ حدا تاني او لحتى يطلع هو ويعلن عن مخبأه لانه الموضوع اصعب مما تخيلت انا كنت فكره بالغابه كمنطقه مفتوحه انه نحن حنقدر نشوفهم فورا ولكن صار مارق نص الوقت تقريبا ولهلا ما لقيت ولا حدا صار مارق هلا ربع ساعه مرق ربع ساعه بقيان ربع ساعه صار مارق ربع ساعه لهلا صار مارق ربع ساعه الشمس لهلا ما نحس شكلها حتوزع مليون مليون لكل واحد يا ترى مين لقطت ما بعرف لا لقيت حدا يا لا انا بقول راحت هيك بالاول اذا بينت معه من فوق مشكله اذا قرصتني النحله كمان مشكله عم فكر سلم حالي انه عن جد ضابطني هالنحله اوف شام عايز ضيعوني شام ماما في صوت خطوات عم بسمع صوت عم بعيط من بعيد شمس عم تنادي ماما وشام اسمي وانا لترلي واقفه بنص الشارع قلت انا اكتبوا لنا بالتعليقات اذا بتعرف شيء بكرنا حل قريب من ناس من جبل لو كان انه سمعنا كنا انبسطنا ونيوش تقريبا مضي شيء 20 دقيقه بي 10 دقائق 20 دقيقه مر صار مره 20 دقيقه عم يدقوا لي مختار في عندي عرض لإلك بعطيك 200 ألف ليرة إذا بتطلع هلأ وبتطلع بالحالتين خسران بس كسبان ال 200 ألف وضامنهم 100% أو بتكمل اللعبة للأخير وعندك عرض تاني بعطيك 500 ألف ليرة إذا بتطلع هلأ وبتبلغ عن واحد من الناس اللي عم يلعبوا معنا طب شمس؟ إيه؟ انتو مرقتوا من قدامي وما شفتوني فأنا ما حأطلع ماشي يا مختار أنا بورجيك مختار مرقتوا من قدامي طب 200 ألف 200 ألف بتخبرني من 200 ألف بتخبرني عن واحد من المتخبيين بدون ما تطلع؟ كمان لا باي حاولت ترشيني هلا بس لا خلص ما حخبرها حدا خليني متخبي لأنه مرقتني قدامي وما شافتني ما بعرف أنا وين أصلا صرت لا لا تسطيحة مستحيل يبين معك حتى تمرق من فوق في صوت طيب جايز رجعنا لنقطة البداية محل ما بلشت دور عليه هون معقول شي حدا تحت السيارة متخبي؟ في عالم هون بركي بقدر بسألهم إذا شافوا حدا ما فيني نفس جايز جايز هون غميقة شوي ولكن في احتمال يكون حدا أخذ الطريق المعاكس إذا عقله بيمشي بالمقلوب شام أموري مختار أكيد مو هون عنه من شوي قال لي إنه أنا مرات من جنبه وما شفته وأنا ما مرات من هاي المنطقة ولي في وطواط في زب في صراصير جايز تا 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 سلم نفسك أموري أول واحد بيخسر معانا مع انه اشطر واحد بالتخباية متخبي بمكان خطر كيف اجا من قلبك؟ ضليت ربع ساعة تحت بعدين دق خلقي صار شيء يتحرك واجوا ثلاث نحلات سؤال اذا بعطيك 200 الف ليرة هلا بتخبرني عن مكان حدا فيهم؟ كتريهم شوي 250 اكثر 300 ما يجي ما يجي 250 شغال وين؟ هالغابة جايز ليتس جو صرت بفريق شمس انا مزبوط شمس؟ انا وامير هلا صرنا فريق واحد لقطته متخبي بمكان كان مستحيل يخطر لي ما لقطتي حدا غيري؟ لا الا اذا مختار كان هون ومعقول حدا منهم نايم جوا ما؟ على فكره مختار بيعملها قال لي مرقتي من حدي مختار شو حرد عليكي؟ بركي غلط لك بتناديلي كثير قريبه هي علي ننزل؟ ساعتها كثير قريبه عن جد ننزل؟ ليكي وين؟ نروح هيك؟ نزلت هلا من هالطريق ورحت على السياره شفت هديك السياره؟ وصلتي لهنا؟ ايه وما في شيء بقلبها
ويكون في تحتك شي حفرة شي خندق. ما ترعبني. قديه بقى يوم وقت؟ 5 دقايق. ما عم بفهم عن جد وين تخبوا. هلا انا ما بصير صادق شموس الصراحة. I think نحن مو بعد عن شي حدا. مو بعد عن شي حدا؟ هيك بحس. عطينا ندق لماما نعطيها العرض. اي عرض؟ 250؟ انت ما اخذته حبيبي. ما لقيت لنا حدا. لا بس ما لقيت لي حدا. لما تلاقي لي ببقى بعطيك مصاري. عم صادق مشان شو؟ لما نلاقي حدا. صفرت لك مشان تيجي تلقطيني؟ لا ما صفرت لي. والله. والله ما سمعتك اموري. 250 ما رح تاخذ لحد ما تلاقي لي حدا. لقيت امي. بس ما تكون عرضت نص العرض على امير ووافق. ما رح استسلم. ما رح استسلم. لا ما رح استسلم. A few moments later. I'm done. خلاص. لا 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 لا. سمعوا صوتي. خلاص. حاستسلم. مي توبه فكر دق لها اطلع اخذ 200,000 وانسحب لانه كثير قراب علي خايف من الوقت. خدي نفس خدي نفس رجاء غمضي يلعن ابو العابك يا شمس. بلش العد التنازلي فا اي ثينك انا ربحت. شفتوا اللي تخبوا وين راحوا؟ والله في ناس هيك راحت هون لتحت هون بالاتجاه غالبا ما قالون هون لانه ما كان في صوت اغاني يوم اتصلت. ليك ماما ما بصدق تاني حدا خسر معانا. لا خسرتي والله خسرتي. وين كنتي كل الوقت هون؟ وين كنت احب الجبال قسما بالله يو جايز. وطلعت وسمعت صوت دورتي حواليي كلياتي وما شفتيني يا هبله. اوفيشلي انا ربحت بس هي البنت غشاشه وخايفه اطلع وتكون غاشه بالوقت فشو رايكم اطلع؟ طيب حاتمشى لتحت. انا ربحت. مختار عندي عرض اخير لإلك. شو هو؟ معك دقيقة واحدة إذا ما لقيتك لا أنت ولا شام رح تتقاسموا أنتوا الاثنين المليون يعني حيطلع لك بس 500,000. إذا بتطلع هلا وبتدلني وين شام تاخذ المليون إلك لحالك حلال زلال عليك. طيب أنتوا صوتوا مرقين قدامي 3 مرات وما لقيتوني. 3 مرات مرقنا من قدامك وما لقيناك. يخرب بيتك وين متخبي؟ أي غير المرتين الأولانية يعني صرت مرقنا قدامي شو 4 مرات. طيب مختار بدك تتقاسم الجائزة مع شام قبل ما ندق لها؟ طلع لنا شام ولا تتقاسم الجائزة معه؟ لا بتقاسم الجائزة معه. لا انت كتير اخلاقك عالية. شو؟ اوكي بتتقاسم الجائزة معه. طيب اي بتتقاسم الجائزة معه ما عندي مشكلة. ماشي يا مختار. وانا راجعة بالانتصار عم شوف الغروب ما تمشى عن شمس. جايز شام رجعت ما بعرف وين كانت متخبية. كان بدي اياها تضل بمكانها لحتى اشوف وين كانت ولكن فشل ذريع صار. شام بتتقاسمي المليون ليرة مع مختار ولا بدي لينا على مختار وبتاخدي المليون لحالك؟ حبيبتي ما رح لك على مختار لانه انا وياه وربحنا. ما حتتقاسموها؟ هذا العدل. اهلا وسهلا وهي وصل مختار. اخلاقك ان شاء الله تكون فادتك. والله احييك يا مختار بس لانك هيك رح تربح المليون لحالك وشان ما حنعطيها ولا ليره. جايز ثانك يو فور واتشينج ذا فيديو للاخير بحبكم كثير. باي.